واش من غنية تحبين غنو؟ سعيد ساعدني غني هنا ساعدني 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 وين لك أنتني وعيني كن جنبي لك. برافو 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 برافو. ساعدني ساعدني محتاج لك أنقذني. تعرفها؟ أوه غني هنا. ساعدني ساعدني أعدني محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك. برافو برافو برافو. شكون يعرفها تاني؟ تعرفها؟ أو صديقي يعرفها؟ تغني معايا؟ يلا. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني أخوك معناه الإيقاع في الله أخوك معناه الإخاء. برافو 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 برافو. تفق عليه تفق عليه تفق عليه تفق عليه صديقي تفق عليه. إذا تغنوا كامل معايا هذه الأغنية. هذه ماهيش في الكتاب لأنها كانت في الألبوم اللي مقبل. واش بنتي؟ الله يبارك. تغنوا كامل معايا ساعدني ساعدني محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. يلا أحبائي كامل معايا. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني أرجوك سراء ضراء في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني أرجوك سراء ضراء في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني شيخ أتعبني حملي ساعدني عليه أوصله لأهلي. إنني شيخ أتعبني حملي ساعدني عليه أوصله لأهلي. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني معاق بطيء سيري كلي معينا كم تلقى من خيري. إنني معاق بطيء سيري كلي معينا كم تلقى من خيري. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك.
شكرا 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 أحبائي أحبائي. الشيء الجميل في المجتمع هو التعاون، الشيء الجميل في المجتمع هو التعايش، الشيء الجميل في المجتمع هو الاحترام. أحبائي حتى المجتمع يكون عايش مرتاح لازم الاحترام بيناتنا، نحترم بعضنا بعض، لازم كذلك نحب بعضنا بعض يا أحبائي ونعاون بعضنا بعض. المساعدة كما قلت لكم مقبلة، مش شرط أنها تكون مادية، مش شرط الدراهم برك. المساعدة ممكن أنها تكون ابتسامة، ممكن أنها تكون زيارة، ممكن أنها تكون مساعدة شيخ تعاونوا ترفد معه القضيان مثلا. هذو هما الأشياء اللي يخليوا المجتمع يكون في سلام يا أحبائي وفي تعايش. تعالي 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 رواحي يلا، وش حبيتوا نغنوا يا أطفال؟ الحاسوب الحاسوب الحاسوب، خلاص الأورديناتور. عمو يزيد دالكم أغنية على الحاسوب الأورديناتور، ولكن الحاسوب لما نستعمله للعلم ماشي باش نلعبوا بزاف. هو اللعب مليح شوية، ولكن يا أحبائي ما لازمش هادوك لي جو كامل يكونوا بزاف، لازم تنظم وقتك يا أخي. وش راكي وش راكي بنتي، توحشتك ها؟ الله يبارك. خلوها معنا هنا صديقتنا، يلا هو تاني، خلوه هنا صديقنا يقعدوا معنا. الحاسوب وراو كتابي، اعطيني كتابي الحاسوب. اي صفحة اي صفحة اي صفحة؟ شحال؟ خمسة، يلا خمسة. اذا حاسوب زين لي بيتي، يرشدني يحفظ لي وقتي، ينقلني نحو البلدان، يدخلني جسم الإنسان، يقرأ لي قصص الأجداد، صفحات تحكي الأمجاد. إذن أحبائي حاسوب زين لي بيتي، يلا الحاسوب كامل. حاسوب زين لي بيتي، يرشدني يحفظ لي وقتي. حاسوب زين لي بيتي، يرشدني يحفظ لي وقتي، ينقلني نحو البلدان، يدخلني جسم الإنسان، ينقلني نحو البلدان، يدخلني جسم الإنسان. حاسوب زين لي بيتي، يقرأ لي قصص الأجداد، صفحات تحكي الأمجاد، يقرأ لي قصص الأجداد، صفحات يفتح لي باب المستقبل، لأصير مجدا لا يغفل، يقرأ لي قصص الأجداد، صفحات تحكي الأمجاد، يقرأ لي قصص الأجداد، صفحات تحكي الأمجاد. يفتح لي باب المستقبل، لأصير مجدا لا يغفل. حاسوب زين لي بيتي، يرشدني يحفظ لي وقتي، ينقلني نحو البلدان، يدخلني جسم الإنسان، ينقلني نحو البلدان، يدخلني جسم الإنسان. حاسوب زين لي بيتي، لا ينسى شيئا لا يسهو، في العلم يجد ولا يلهو، لا ينسى شيئا لا يسهو، في العلم يجد ولا يلهو. ولأني طفل موهوب، سأظل صديق الحاسوب، لا ينسى شيئا لا يسهو، في العلم يجد ولا يلهو، لا ينسى شيئا لا يسهو، في العلم يجد ولا يلهو. ولأني طفل موهوب، سأظل صديق الحاسوب. حاسوب زين لي بيتي، يرشدني يحفظ لي وقتي، ينقلني نحو البلدان، يدخلني جسم الإنسان، ينقلني نحو البلدان، جسم الإنسان. حاسوب زين لي بيتي. شكرا شكرا شكرا، برافو برافو. إذن أحبائي كما ذكرت بلك كاين هذا ويلتحقوا بنا. إذن بهذه المناسبة ختام الصالون الدولي للكتاب، عمو يزيد مع شركة رامي يهديكم هذا الكتاب، فيه 32 أغنية مع السيدي،
إذن العائلات اللي مازال ما داوش الكتاب هذا بالسي دي يقدروا يسيبوه بعد عند شركة رامي، يقدروا ياخذوه، ولكن من فضلكم سي دي وكتاب لكل عائلة باش يكفيكم كامل. هذا الكتاب فيه 32 أغنية، كل أغنية هي مواضيع تربوية. وش حبيتي؟ العلم والجهل. يلا العلم والجهل وراهي صفحة 7، افتحوا صفحة 7 كامل. يلا صفحة 7. العلم والجهل عدوان، العلم والجهل عدوان، العلم نور وضياء والجهل ظلمات الإنسان. أحبائي أوه تعالي تعالي تعالي، بوسي عمو يزيد، وش راكي؟ الحمد لله. وش تقولي لهم تحبيهم؟ نحبو بزاف. آه ربي طول عمرك، علاش طولتي باش لحقتي؟ جيت عمو يزيد باش نسمع عليك. الله يبارك، اقعدي معنا بنتي. واش راكي حافظة أغنية تعرفيها؟ تاع عمو يزيد. تعرفي ساعدني؟ غنيها لنا. ما باش نحفظها. تغنيها معايا؟ ساعدني 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 يا وجه لك، أعقدني وعدني أكل جنب لك. برافو برافو برافو، قعدي معنا قعدي معنا، برافو، عطونا تحية عليه، عطونا تحية عليه. برافو 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 برافو. إذن أحبائي، العلم نور والجهل ظلام، لازم الإنسان يكون مثابر، لأنه طريق العلم شائك وطريق العلم صعب، ولكن المثابرة تقضي على كل شيء. إذن لازم ديروا الواجبات تاعكم في وقتهم. دار عمو يزيد أغنية تاع الواجبات، تعرفوها؟ واسمها؟ ويلاتي يا ويلاتي، لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. إذن أحبائي نغنوا ويلاتي، تعرفوها؟ غنوا معايا. ويلاتي يا ويلاتي، ستعاقبني معلمتي. ويلاتي يا ويلاتي، بأشد العقاب. يلا تغنوا كامل معايا. ويلاتي يا ويلتي، ومن بعد نعود نغنو. هذه الأغنية ما هيش في هذا الكتاب، لأنها كانت في ألبوم من حق الطفولة، أول ألبوم لعمو يزيد، بلا كي اللي عندهم كي اللي ما عندهمش. ولكن يا أطفال، كل هذه الأغاني موجودة على تطبيق عمو يزيد على البلاي ستور، عمو يزيد، ولا على حساب اليوتيوب عمو يزيد، ولا على موقع الانترنت عمو يزيد.com، تسيبوا كل هذه الأغاني. يلا تغنوا كامل معايا. ويلتي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلاتي يا ويلاتي، لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ضيعت وقتي سودا بالله
صاحبي معرفتي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي، ضيعت وقتي سودا في اللعب معرفتي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي، ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، سأعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة، كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة، ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي، من اليوم فصعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي، ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. شكرا 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 شكرا. إذن أحبائي لازم تلتزموا بالمقطع الأخير من الأغنية، من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. إذن أحبائي مهم جدا، أدرت الواجب، برافو برافو بنتي، شاطرة شاطرة شاطرة. أحبائي لازم تردوا بالكم من تراكم الواجبات، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، ففي الغد عمل آخر. أحبائي مهم جدا الواجبات لأفرح أمي وأبي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي، نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. أي صفحة؟ نحبك يا أمي، آه. 32 صفحة 32 يا أحبائي. عمو يزيد يقول تعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، وكذا راحتي نورت لي دربي، ولكن المهم والأهم يا أحبائي لا أقول لكم أف ولا أنهاركما، نعاملكم بلطف ونطيع أمركما نطيع أمركما. إذا تغنوا كمل معايا، نحبك يا أمي، تعرفها؟ غني معايا، نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. برافو برافو برافو. إذا يلا تغنوا كمل معايا، نحبك يا أمي. نحبك ماما، يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، وكذا راحتي نورت لي دربي، وكذا راحتي نورت لي دربي، نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم
يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي ونحبك اباتي، انتم حياتي وسر سعادتي. لا اقول لكما اف ولا انهركما، لا اقول لكما اف ولا انهركما، انا عاملكم بلطف وانت امركما، انا عاملكم بلطف وانت امركما. نحبك يا امي ونحبك يا ابي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماما يا رب ارزقهما جنة من الجنات، يا رب ارزقهما جنة من الجنات، واغفر لهما الذنب يا رحمن، واغفر لهما الذنب يا رحمن. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي ونحبك اباتي، انتم حياتي وسر سعادتي. شكرا شكرا شكرا. اذا احبائي نعاملكم بلطف ونطيع امركما، نعاملكم بلطف ونطيع امركما. يلا شوف الهيك بصح. ربي يسر ان شاء الله. الله يبارك الله يبارك. انا كاين اغنيه مدرستي مدرستي كامل مدرستي. اذا يلا مدرستي مدرستي وراهي مدرستي صفحة 31 صفحة 31. إذن أحب شكون اللي ما داش هذا الكتاب مع السيدي؟ راكم بزاف. أوكي معليش، شركة رامي شركة رامي راح يعطوا لكم السيدي اليوم، ولكن كما قلت لكم مقبلة السيدي لكل عائلة راح نسيبوهم هنا في الستوند تاع رامي. هذا الكتاب فيه 32 أغنية وفيه أن سيدي الداخل مهدى مهدى من شركة رامي وعمو يزيد. إن شاء الله ولدنا يستفادوا بهذه الأغاني التربوية هذه. إذن مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشد بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة. فلتحياها مدرستي فلتحيا مدرستي. يلا كمل معايا مدرستي كم أحب مدرستي. يلا مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشد بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة. فلتح يا مدرستي فلتح يا مدرستي 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 كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشد بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة. فلتح يا مدرستي فلتح يا مدرستي فلتح يا مدرستي.
بكسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني يا بيتي يا الثاني وشطر من شطر حياتي وشطر من شطر حياتي بكسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني يا بيتي يا الثاني وشطر من شطر حياتي وشطر من شطر حياتي ألعب وأمرح بأماني هي قصري ومملكتي هي قصري ومملكتي أدرس فيها مع إخواني أمضي إليها بتفاني ألعب وأمرح بأماني هي قصري ومملكتي هي قصري ومملكتي سنة من بعد سنتي سنة من بعد سنتي ما أحلاها ما أبهاها لا تنساني لا أنساها ويزيد في قلبي هواها سنة من بعد سنتي سنة من بعد سنتي مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي اسمها دوما في شفتي أجد بها دوما يتي هي كنز المعرفتي فلتحيا فلتح يا مدرستي اسمها دوما في شفتي أشكو بها أغنيتي هي كنز المعرفة فلتح يا مدرستي فلتح يا مدرستي برافو 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 تعالي 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 واسمك؟ الفال وش حبيتي تقولي يا عمو يزيد؟ ايه حبي عمو يزيد؟ بوسيني؟ شحال في عمرك أنفال؟ شحال؟ وري لبس بعض؟ تخوازون شاطرة هكذا؟ تلت سنين برك؟ الله يبارك اقعدي مع أمو يزيد اقعدي هنا أحبائي المدرسة هي قصري ومملكتي هي بيتي الثاني الأولياء من فضلكم على بالكم باللي الطفل بالفطرة يحب يروح يقرأ الطفل يحب القراية إلا شفتوا باللي ولدكم ولا بنتكم ولا ما يحبش يروح يقرأ لازم نروح ونشوفوا علاش لازم نتصلوا بالمعلمين ما تحبش تقرأ تحبوش أنا نهضر باش اللي صغار ما يوصلوش اللي وصلتوا نتوما معليش معليش على بالكم باللي الدراسة ما عندهاش سن الإنسان ممكن أنه يحبس دراسة عام ولا عامين ويعاود يقرأ كاين كونديدا ليبر كاين غير ما يحبش يقرأ ولكن الإنسان اللي يحب يقرأ ويحب يوصل ويحب يكون عنده مستقبل يقدر يقرأ ولا يدير تكوين ولا إذن الأولياء لازم تردوا بالكم على أولادكم كي تشوفوهم ما يحبوش يروحوا يقرأوا لازم تستفسروا علاش حتما كاين مشكل لأنه الطفل بالفطرة يحب يروح يقرأ ربي ينجحكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله جدتي شكون اللي جمع جداته هنا اليوم كاين جدة هنا اليوم برافو إذن جدتي أنت سر بسمتي رؤياكي بهجتي يا سعدي وفرحتي برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي أحبائي الجدة تحبنا بزاف لذا عمو يزيد يقول برغم كل مشاكستي ضوضاء لعبي ومشاغبتي ومن بعد
تحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي. تغنوا معي كامل. جدتي أنت سر بسمتي. يلا معي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. بالصافي تكني لي وتزيدين في تدليلي، بالحب الصافي تكني لي وتزيدين في تدليلي، وكم في صلاتك تدعيني بالخير والبركات، وكم في صلاتك تدعيني بالخير والبركات. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي. برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. وفي حضنك أنا كم أهنى، أحبك حبا لا يفنى، وفي حضنك أنا كم أهنى، ودي من عمري تحيلنا بوركتي يا جدتي، ودي من عمري تحيلنا بوركتي يا جدتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. برافو 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 برافو. إذا جدتي أنت سر بسمتي. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع
إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد نحضر الحفلة تاع عمو يزيد، وأحسن هذه أحسن حفلة عجبتني. وش نقول لكم؟ مع السلامة وباي باي. عجبني بزاف عمو يزيد، وحبيت نزيد نتلاقى معاه في مرة واحدة أخرى. نحبه يا أخويا. بارك الله فيكم على المجهودات هذوما، ويعطيكم الصحة، وبارك الله في هذا عمو يزيد كما يقولوا عليه. ونشكركم ونشكر هذا الجمهور اللي جاء، ويعطيكم الصحة. أنا عجبتني الحفلة تاع عمو يزيد، وإن شاء الله دائما تكون عندهم نشاطات كيف هذه. عجبتني بزاف هذه الحصة، عجبني عمو يزيد، نشكر عمو يزيد على هذه التقديمات اللي هم يعطيهم منها.